أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم في سورة البقرة الآية 161: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في ضمن سلسلة الحديث عن ثواب الأعمال وعقابها، ويتناول الإجابة عن بعض الأسئلة المقدماتية. من هذه الأسئلة: لماذا يعذب الله الناس بالعذاب الشديد؟ كيفية ومدة؟ فالكيفيات التي يتحدث عنها القرآن الكريم وتشرحها الروايات كيفيات صعبة وشديدة، فكيف يعذب الله الناس بهذه الأنواع من العذاب؟ ثم لفترات عبرت عنها الآيات المباركة بخالدين فيها. شخص يذنب لنفترض 70 سنة، 80 سنة، كل عمره، ومع ذلك يعاقب ويحاسب ويعذب إلى اللانهاية خلود، فكيف يمكن توجيه مثل هذه الأمور؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد أن نحدد مع من نتحدث ومن نخاطب، لأنه مما يضيع الصواب ولا ينفع فيه آنئذ الجواب عدم تحديد المخاطب. عندما يخاطب الإنسان شخصا مؤمنا بالله
وبحق الله عز وجل على عباده، وبفروض الله على هؤلاء العباد، هذا يختلف عن مخاطبة شخص لا يرى لله الحق في مثل هذا الأمر. هناك من لا يعتقد بوجود حق لله على عباده، هذا وأسوأ منه أن لا يعترف بوجود إله، فآنئذ مثل هؤلاء لا يصح أن نتخاطب معهم هذا الخطاب، وإنما لا بد من الخطاب معهم في مرحلة أسبق من هذا، في مرحلة الإيمان بالله وفي حق الله على عباده، قبل أن نخوض في تفاصيل الجواب عن مثل هذه الأسئلة. والذي يحصل أحيانا أنك تجيب إجابات هي مقررة لفئة معينة توجهها إلى فئة أخرى، وآنئذ لا ينفع. لذلك حديثنا يفترض أن المخاطب فيه إنسان يؤمن بالله ويؤمن بحق الله على عباده في الطاعة والعبادة، ومع ذلك تأتي هذه الأسئلة. أما إذا لم يؤمن لا بالله، أو حتى آمن بالله ولكن لم يؤمن بحقه على عباده في الطاعة، فهذا الجواب لا ينفعه، وهذا الحديث ليس موجها له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يفرق العلماء بين مصطلحين، بين مصطلح الوعد ومصطلح الوعيد. الوعد هو أن يعد الباري أو لا حتى غيره، أن يعد السلطان، أن يعد من بيده إمضاء الأمر، أن يعد شخصا أو فئة بثواب بجزاء. رب العمل يقول لك أنت إذا مثلا تحقق هذا الإنتاج في هذه الفترة سوف نكافئك بهذه المكافأة، زيادة في الراتب، إعطائك إجازة إضافية، هذا يسمى وعد. وقد قرروا في علم الكلام أن خلف الوعد قبيح، سواء كان من الله عز وجل أو كان من غيره. أنت بإمكانك أن تنجز هذه العدة، والشخص قد قام بما يطلب منه، أن أنجز لك العمل الذي وعدته بأن تكافئه عليه، وأنت قادر على ذلك، فلو أخلفت وعده فلم تعطه ما وعدته كان ذلك قبيحا منك، إشارة إلى البخل، إشارة إلى الكذب، مع فرض أنك قادر على ذلك. وبالنسبة إلى الله عز وجل يكون الأمر في القبح أوضح، أن الله مثلا يقول للإنسان إذا عبدتني صليت صلواتك الخمس وصمت شهر رمضان وحججت البيت الحرام وتركت المحرمات فأنت تدخل الجنة، هذا وعد. فلو فعل الإنسان هذه الأعمال ثم لم يف الله والعياذ بالله له بذلك،
مع قدرته على الوفاء كان هذا قبيحا، لأن مرجعه تارة إلى الكذب والكذب ممتنع على الله، أو مرجعه إلى البخل والبخل أيضا لا يصل إلى ساحة الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى الوعد، خلف الوعد من قبل الله عز وجل قبيح ممتنع على الله، ولذلك قال العدلية من الإمامية والمعتزلة: لو أن الله سبحانه وتعالى أدخل الصالحين النار والعياذ بالله لكان ذلك من خلف الوعد بل الظلم، وكلاهما ممتنع على الله، خلافا لما قاله بعض الأشاعرة من أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يقدر يودي ويرسل النبي المقرب إليه إلى نار جهنم، ويقدر أيضا يودي الكافر الفاسق العاصي الجاحد إلى الجنة، يقدر هذا يسوي. ليش؟ لأن الله على كل شيء قدير وأنه لا يسأل عما يفعل. هذا عندنا الإمامية، بل عند العدلية بإضافة المعتزلة هذا أمر غير صحيح ولا يمكن أن يكون في جهة الوعد، أن الله يخلف وعده، كلا، إن الله لا يخلف الميعاد. في الطرف الآخر عندنا وعيد، الآية المباركة: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أبدا. طيب، هذا وعيد من الله عز وجل في جانب العقوبة، في جانب العذاب وعيد يقال له، توعد الله الكفار بالعذاب، بينما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنة والثواب. وحتى إذا فرضنا في بعض النصوص جاء كلمة وعد في قضية العقوبة فتحمل على موضوع الوعيد، والوعيد فيه شيء بأنه سيتحقق هذا العذاب، وفيه نوع من التهديد، فيه نوع من التقريع والتحذير. خلف الوعيد كما قرر العلماء ليس قبيحا، خلف الوعيد ليس قبيحا، خلف الوعد قبيح. خلف الوعيد يعني لنفترض أن الله سبحانه وتعالى توعد من يذنب ذنبا بالعقوبة الكذائية، جئنا يوم القيامة هذا الإنسان فتح له باب من أبواب العفو الإلهي، توسل إلى الله بحسن ظنه به، كما ورد عندنا أن قسما من العباد في يوم القيامة على أثر ذنوبهم يؤمر بهم إلى النار، فيتوقف بعضهم ما يمشون، يلتفتون إلى الخلف فيسألون ليش لازم تروحوا بعد، فيلتفتون إلى الله ويقولون: ما كان ظننا بالله هكذا، صحيح احنا عصينا، صحيح اذنبنا، ولكن كان ظننا برحمة الله اعظم من هذا، وبكرم الله اعظم من هذا، وبعفو الله اعظم من هذا، عدنا حسن ظن
عظيم بالله عز وجل، فيؤمر بهم إلى الجنة لحسن ظنهم بالله عز وجل. هو من حيث الاستحقاق والقواعد الأولية مستحق للعذاب، لكن جاء شيء فوق ذلك، وهو أنه أحسن ظنه بالله عز وجل، فكأنما هذا يحكم على تلك القاعدة ويلغيها. أدركته شفاعة نبينا محمد. وآل بيته الطاهرين. أيضا من الممكن هذا الإنسان بحسب قواعد الاستحقاق الأولية في العقوبة أن يكون معذبا، جاء شيء حاكم على ذلك، آمر على ذلك، وهو شفاعة النبي وأهل بيته رزقنا الله وإياكم. فهنا يتعطل هذا الأمر، يجي واحد يقول كيف الله توعد هؤلاء بالعقوبة؟ كيف يقال خلف الوعيد ليس قبيحا؟ خلف الوعيد هو مزيد تفضل، فما عندنا محذور فيه، مزيد تفضل ومنة ورحمة إلهية. فتجي هذه المنة والتفضل الإلهي ويلغي ذلك الأمر، يقال له أنت مستحق للعقوبة بذنبك ذاك، ضمن القاعدة الأولية كنت تذهب إلى سبيل العقاب، ولكن حيث صار إليك شفاعة النبي، حيث صار إليك نظرة من الله عز وجل، حسن ظن منك بالله سبحانه وتعالى وأمثال ذلك مما هي من وسائل العفو الإلهي، أبطلت ذاك، والآن تغير هذا الأمر. كيف أخلف الله وعيده؟ ما في مشكلة هنا، لأنه مقتضى الرحمة ومقتضى الفضل ومقتضى المنة الإلهية. فهناك إذن فرق بين الوعد وبين الوعيد. خلف الوعد وعدم الإثابة، عدم العطاء مع القدرة عليه، هذا أمر قبيح، ولكن خلف الوعيد تقول لابنك إذا تسوي فلان عمل كذا أعمل فيك، أعاقبك، أدبك، بعدين هذا الابن يكون مسوي شغلة ممتازة غير هالشغلة السيئة اللي سواها، مع أنه مقتضى وعيدك أنه لو تأخرت مثلا ولم تذهب إلى المدرسة راح أعاقبك بحرمانك من المصروف على سبيل المثال، لكنه فعل شيئا آخر، لنفترض ساعد والدته مساعدة مهمة، أعان أخاه، عمل عملا طيبا، أنت رأيت أن هذا يستحق أن لا يعاقب، فأنت قلت له ولو أنت كنت مستحق للعقوبة إلا أنه لفعلك ذلك الفعل الحسن تفضلا مني أنا لن أنفذ وعيدي ولن أعاقبك. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى التمهيدية. وأما بالنسبة إلى الإجابة على السؤال لماذا ربنا سبحانه وتعالى يعاقب العباد الخاطئين والمذنبين عقوبات شديدة كيفا وطويلة مدة، على أثر شرب الخمر مثلا كذا يصنع به، كما سيأتي إن شاء الله عند استعراضنا لبعض الأحاديث في تفاصيل هذه العقوبات في الأيام القادمة.
أجاب العلماء أو يمكن الإجابة على ذلك بعدة إجابات. الإجابة الأولى أن هذه في الواقع ليست عقوبات، وإنما هي نفس الأعمال لكن تبينت للإنسان في ذلك المكان. هذا بناء على نظرية تجسم الأعمال في يوم القيامة جدا واضح. ما هي نظرية تجسم الأعمال؟ يقول بعض العلماء أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان من سيئات في هذه الدنيا لا يلقى جزاءها في يوم القيامة، وإنما يلقاها هي نفسها، ولكن في هذه الدنيا كانت بصورة غير حقيقية، في يوم القيامة يراها بصورتها الحقيقية التي هي عبارة عن عذاب وعذاب دائم. مثلا عندما يقرأ الآية المباركة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذول حقيقة بناء على هذه الفكرة قاعدين يأكلون نار، وإن كانت مستورة الآن عنهم، إلا أنهم في الواقع هم يأكلون النار. متى يشوفونها؟ في عالم آخر، ذلك العالم فيه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في تلك الدنيا ما كنت ترى الحقائق تامة، كما لا ترى الملائكة وهي موجودة، ولا ترى الجن وهم موجودون، ولا ترى الجاذبية وهي موجودة، ولا ترى قوة المغناطيس وهي موجودة، ولا ترى ولا ترى. في ذلك العالم الآخر أتيح لك فرصة أن ترى أعمالك السيئة على حقيقتها وأن تراها هي. القرآن الكريم يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا، مو شافوا جزاء عملهم، لم يروا عقوباتهم، وإنما نفس العمل الذي عملوه جاء في ذلك اليوم. شرب الخمر في هذه الدنيا عبارة عن كأس فيه سائل، ولكن هذا في حقيقته بناء على هذه النظرية هو نار ملتهبة إلى ما لا نهاية خالدا فيها، الآن لا يحس بها، الآن لا يستشعر بها، ولكن في ذلك العالم سيكون شاعرا وعارفا بها. فما يجترحه الإنسان من أعمال سيئة في هذه الدنيا لا يلقى عقوبته في الأخرى، وإنما يلقاه هو بنفسه. فما عندنا أن الله يعاقبك بكيفيات شديدة وبمدة طويلة، لا، هذا أنت قاعد تسويه. أنت الآن شلون تزرع هذه البذرة الصغيرة طيب في الأرض، بعد 10 سنوات تشوفها شجرة معرشة إلى عنان السماء. طيب نفس الكلام هنا، أنت هنا أيها البعيد تشرب الخمر، قاعد تسجر لك فد نار عظيمة جدا إلى ما لا نهاية من الأزمنة. ذاك البعيد يزني، ظاهر الأمر هو قاعد يلامس امرأة بمتعة، ولكن هذا هو نفسه قاعد يغوص في مستنقع من الجحيم يعده لنفسه في يوم القيامة. الآن ما يشعر فيه، ذاك الوقت رح يتبين إليه وجدوا ما عملوا حاضرا، نفس اللي سواه بالضبط هذا قدامه، مو عقوبة ولا جزاء، لا، أنت تبني اليوم مكانك ذاك اليوم، أنت
أيها البعيد، أي حفرة من حفر النيران قاعد تسويها؟ إذا كاس خمر حفرة هالقد، إذا زنا حفرة مثلا كذا، إذا هالعمل أبو 100 مليون سنة، إذا ذاك العمل أبو 100 مليار سنة، وهكذا. فهذا أول جواب يجيب به العلماء، أن هذه العقوبات في حقيقة أمرها مو الله فرضها علينا، وإنما إحنا سويناها. غاية الأمر الروايات، الآيات كشفت عنها وبينتها لنا لحكم تترتب عليها كما سيأتي بعد قليل. هذا جواب. جواب الثاني أنه لا، الله سبحانه وتعالى فرض هذه العقوبات لحماية الإنسان نفسه في إيمانه، ولحماية المجتمع، ولبلوغه الغاية التي أرادها الله منه. وفرض عقوبات عظيمة لأنه يعلم أن هذا الإنسان لا يرتدع إلا بهذه الطريقة. طيب، الآن الواقع المعاصر شاهد على ذلك. يقول أصحاب هذا الجواب، يقولون الآن مع هالتشديد العظيم والوعيد المخيف، مع ذلك تجد البشر في عصيانهم لله في أنفسهم، وعصيانهم لله في غيرهم وتعديهم على الآخرين، والعالم يضج بمثل هذا الأمر. شقد من التجاوزات على حق الله، على حقوق الناس، طيب، إلى ما لا نهاية. هذا معها التهديدات هذه، هذا معها التخويفات، هذا معها الوعيد العظيم. فكيف لو كان الوعيد بالعقاب أخف من ذلك؟ احنا بهالطريقة هذه، ومع ذلك نرى العالم مملوء بتجاوزات الإنسان في علاقته مع الله وفي علاقته مع البشر. فلو كان الأمر أخف وأقل، شلون راح تصير المسألة أعظم من هذا بكثير؟ فهذا جواب، أن من حكم التشريع لأجل ألا يتمادى الإنسان في إفساده غاية الخلق. الله خلق هذا الخلق وهذا الكون من أجل غاية، ما يقدر، يعني حكمته اقتضت ألا يجبر الإنسان على سلوك سبيل الطاعة، وأن يعطيه طريقة حرية الاختيار. ففي المقابل توعده بالعقوبة، والعقوبة الشديدة على كل عمل يعمله من الأعمال السيئة. مع كل هذا، رأينا أن البشر في تجاوزاته تخطى الحدود، فكيف لو لم تكن هذه العقوبات، وكيف لو لم تكن هذه التوعدات؟ كان الأمر أسوأ من هذا بكثير. هذا أمر ثاني يجيب عليه هؤلاء. وأمر ثالث، يقولون أنت تنظر تارة إلى الذنب هذا الصغير فتقول هذا الذنب شرب كأس من الخمر، معاشقة مع امرأة محرمة عليه، سرقت 1000 ريال من زيد أو من عمرو، أنت تراها هذه بذاتها صغيرة، لكن لو نظرت إليها نظرة أخرى أنها تحد لخالق الكون، لله عز وجل، لمن خلقك ولم تكن مستحقا للخلق، لمن أنعم عليك ولم يكن هناك داع يدعو الله لأن ينعم عليك، خلقك وأنعم عليك ورباك وعدلك
في أي صورة ما شاء ركبك. طيب، ثم أنت تأتي، الله يقول لك لا تسوي هذا، تقول لا أسويه. شرط المرور يقول لك لا تتجاوز الطاوعة، طيب، وهو عبد من عباد الله ورب الأرباب وخالق الكل يقول لك لا تتجاوز، تقول لا هم أتجاوز. هل رأيت أحدا صغرته وحقرته أيها البعيد كما حقرت ربك؟ من الناس أي ذنب من الذنوب ما تسوي قدامه، حتى طفل عمره 12 سنة ما تسوي ذنب قدامه. هل رأيتم مثلا أحدا يتعرى أمام الأطفال؟ كلا. يمارس الزنا أمام طفل عمره 12-13 سنة؟ كلا. يشرب الخمر أمام واحد عمره 14-15 سنة؟ كلا. لكن يفعل ذلك بمحضر الله ومنظر الله ورؤية الله عز وجل. عند هذا الإنسان بدون أن يدري أو حتى مع علمه صغر الله إلى مقدار أقل من طفل عمره 10 سنوات. وهنا يجي كلام مع أولئك الذين يقولون أنه إحنا شربنا خمر في بيتنا ما اعتدينا على أحد، سوينا العمل الفلاني ما ضربنا ما ظلمنا ما سرقنا. طيب، الله سبحانه وتعالى ليس أحد، لم يكن له كفوا أحد. أي شيء أعظم تحقير وتصغير وتوهين لربك من أنك تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، من أنك تراقب أي واحد أي مفتش من المفتشين تراقبه وتلاحظه وتخشى جانبه ولا ترتكب ما لا يريد. وربك القوي العزيز الجبار المتكبر المنعم عليك لا تراعي له نظرة ولا تلتفت إلى رضاه وغضبه، يقول لك أنا ناظر إليك شاهد إليك أعاينك ألاحظك، لا يعزب عني مثقال عمل ذرة من عملك. طيب، ومع ذلك أنت أيها البعيد تبارز الله بالمعصية وتحاربه بالخطيئة وتشهر أمامه سيف المخالفة. لتنظر إلى أنه أنا شربت كاس، زنيت مرة واحدة، عملت فلان عمل، لا، أنت تحديت الله في ملكه بما أنعم الله به عليك. الله أعطاك قوة، هذه القوة بدل ما تستخدمها في طاعته ضربت بها في وجه تشريعه. هذا معناه تحدي لله، سيف سلمت به، شهوة أعطاك إياها لإدامة نفس نسلك وللتلذذ المحلل، إجيت هالشهوة سويتها في مقابل الرب الجليل وبارزته فيها وتحديته. مثل فد إنسان يعطيك فلوس، طيب نفس هذه العطية بنفس الإيد اللي استلمت فيها تصفع على وجهه، هذا إذا إنسان عادي. وأين النعمة الله وأين نعمة البشر؟ فلا تنظر إلى أنه هذا ذنب صغير كيف يعذب عليه بهذا العذاب الكبير، أنت لا ينبغي أن تنظر إلى هذا، انظر إلى من عصيت كما ورد في الروايات، ولا تنظر إلى معصيتك. وأما طول المدة فقد ورد في القرآن الكريم وورد أيضا في حديث الإمام الصادق عليه السلام. في القرآن الكريم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه،
هذا كانت نيته وعزيمته وفكرته أنه لو بقي في هذه الحياة كان يستمر على العصيان. ومن الطبيعي أن أنت دخلوك في هالشكل امتحان، وكان نيتك أن تستمر على هذه الطريقة، عقوبتك تنتهي إلى أن يستمر معك في العقوبة، على أن نفس النية هي معاقب عليها. لا واحد يقول طيب احنا ندري أنه على نية الخطأ طيب ما يعاقب الإنسان، طيب نية الإنسان جزء من عمله صحيح في قوانين الدنيا، لا بد أن يترتب عليها الأعمال، لكن القرآن الكريم يقول لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول إنما خلد أهل النار نياتهم، كانت في الدنيا لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا. على أنه كما ذكرنا، إذا هذا هم الجواب واحد أشكل فيه، يكفي نظرية تجسم الأعمال، يكفي أن يقال لإنسان ترى انتبه، إذا تسوي قتل أنت مخلد في السجن، سجن مؤبد. يقدر الإنسان يختار القتل ويقدر يختار معصية دون ذلك. الله قال هناك من الذنوب، هناك من العقوبات، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار هؤلاء خالدون في نار جهنم. لا تختار هذا الطريق، إذا خايف من الخلود لا تختار هذا. العقوبات مو خفية أيضا، العقوبات ليست خفية. تارة واحد يقول له أنا سويت فلان عمل ما دريت إلا هالشكل صار، لا هاي معلنة، ترى اللي يسوي هالشكل نتيجته هكذا. تسرق ريال تدفع ريال، تسرق مليار أيضا لازم تدفع مليار، تعصي هالمعصية الصغيرة فمئة مليون سنة، تعصي بمثل الكفر وأمثاله تخلد في نار جهنم، وهذا معلوم عندك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بثوابه، وأن يعفو عنا سيئاتنا برحمته، وألا يبتلينا بسوء أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.